ذكر جملة من الآيات وأثرا. أما الآيات فبدأها بقوله رحمه الله قال: وقوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذه الآية تضمنت نهيا في أولها، فقال جل وعلا: ولا تدعو، أي لا تطلب ولا تسأل ولا تعبد، فالدعاء هنا يشمل العبادة والسؤال والطلب. لا تدعو من دون الله، من دون الله يعني سوى الله، غير الله، سواء كان ملكا ذا جاه عند رب العالمين، أو كان رسولا، أو كان نبيا، أو كان صالحا، أو كان حيوانا، أو كان شجرا أو حجرا، لا تدعو من دون الله أحدا، لا تتوجه إلى غيره. ولذلك النهي هنا نهي عام لكل مطلوب سوى الله جل وعلا. لا تدعو، لا تطلب من غير الله، لا تسأل من غير الله شيئا، لأنك تسأل ما لا ينفعك ولا يضرك، فكل ما دون الله لا يملك لك ضرا ولا نفعا، فالمنافع كلها في يديه، وكل ضر إنما يكون بأمره جل في علاه. فلذلك لما كان غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا، فمن الخطأ والزلل والضلال والانحراف أن تسأل غيره جل في علاه وهو لا يملك لك نفعا ولا ضرا. ولذلك يؤكد الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، أن سؤال غيره هو سؤال من لا يملك شيئا، من لا يملك نفعا ولا ضرا. ولذلك يقول جل وعلا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وإنما يعبد ويسأل من يملك نفعا وضرا. أرأيتم الآن لو أن أحدا استوقف رجلا وقال: أنا أشكو ألما في بطني، وهذا الرجل ممن يعمل في نظافة المكان مثلا، أو يعمل في الإنارة أو في البناء، وشكى إليه ألما في بطنه وطلب منه أن يصف له علاجا، أكان هذا تصرفا حكيما، تصرفا عاقلا، أم كان ذلك خبلا ونوعا من الضلال والجنون؟ لا شك أن سؤال من لا يملك ضرب من الجنون والخطأ وضياع الوقت وإتعاب النفس فيما لا طائل وراءه. فكيف يسأل العبد ما لا يملك له نفعا ولا ضرا؟ قد يقول قائل: طيب الخلق عندهم أسباب، يقدر أنا أسأله ويقدر أن يبلغني ما أريد. هنا نقول: إذا كان يملك فسؤالك يجب أن يكون قلبك معلقا بالله، وسؤالك إنما هو من باب الأسباب لإدراك المطالب، وشتان بين من يبذل السبب لإدراك المطلوب وقلبه معلق بالله، وبين من ركن قلبه ومال إلى الأسباب. أرأيتم العطشان يشرب الماء ليدرك بذلك ريا، هذا سبب، لكن لو أنه اعتقد أنه سيدرك الري والشبع في الجوع وغيره من المطالب دون أمر الله، فإنه عند ذلك يقع في عبادة غير الله، لأنه اعتقد في السبب أنه يبلغه المطلوب. فالأسباب من الناس من تتعلق قلوبهم بالأسباب تعلقا كليا فينسون مسببها، وهو لا يوقع في الشرك. ومنهم من يلغي الأسباب بالكلية ويقول: الأسباب هذه لا قيمة لها، وهؤلاء خالفوا الشرع والعقل والطبيعة وما أجرى الله عليه العادة. والعدل والميزان أن تفعل الأسباب التي تؤدي النتائج، لكن قلبك معلق بأسبابه. أليس من الناس من يشرب ماء ولا يروى، ومن يأكل ولا يشبع؟ بلى، هناك من يشرب ولا يروى ويأكل ولا يشبع، فالسبب لا يأتي بالنتيجة في كل الصور إلا إذا شاء مسبب الأسباب. ولهذا علق قلبك في كل أمر، حتى فيما يقدر عليه الخلق، علق قلبك بالخالق جل في علاه، ولا ترجو إلا الله في كل أمر دقيق أو جليل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب إن فعلت، إن جرى هذا، فسأل الإنسان أحدا
شيئا وهو لا ينفعه ولا وهو لا يملك له نفعا ولا ضرا، قال جل وعلا: فإن فعلت فدعوت غير الله فإنك إذن، أي في هذه الحال، من الظالمين، أي من المشركين. فالظلم هنا هو أعظمه وأعلاه، وهو الشرك بالله. دليل ذلك قول الله عز وجل في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، هو أعظم الظلم، لأنه جناية على أعظم الحقوق، وهو حق الرب جل في علاه. فقوله جل وعلا: فإن فعلت، أي دعوت غير الله وتوجهت إلى سواه في طلب عود أو طلب غوث أو طلب قضاء حوائج، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ثم لتقرير هذا المعنى ذكر الله جل وعلا حالين من حال الإنسان، وهي حال طلب كشف الضر وجلب الخير. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر دقيق أو جليل فلا كاشف له إلا هو. إذا قدر الله عليك ضرا فإنك لن تتخلص منه إلا باللجأ إليه، وإذا كان كذلك فبمن نستغيث؟ لا نستغيث إلا بمن؟ إلا بالله. وبمن نستعيذ؟ لا نستعيذ إلا بالله، لأنه الذي يكشف الضر إذا شاء سبحانه وتعالى، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا أراد بك نفعاً وخيراً في دنياك وأخراك، فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يحولوا بينك وبين ما أراده الله تعالى بك من الخير والنفع لم يملكوا شيئاً. يقينك بهذا يجعلك في غاية الاعتماد على الله والتوكل عليه وحسن التعبد له، ويقطع علاقك بالخلق مهما عظمت قدرتهم ومهما عظم جاههم. فعلمك بهذا يصرف قلبك عن ما سوى الله، فإنه لا يكشف السيئات إلا هو، ولا يكشف المضار إلا هو، كما أنه لا يجلب الحسنات إلا هو جل في علاه، ولا تدرك المطالب والمنافع إلا من قبله. قال جل وعلا في تقرير وجوب انقطاع القلب عن ما عاد الله جل في علاه في الدعاء والطلب والاستغاثة والاستعاذة: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والآية الثانية التي تدل على وجوب إفراد الله بالطلب، وأن لا يلتفت العبد لغير الله في مطالبه وآماله ومخاوفه، يقول المؤلف: وقوله: فابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا أي اطلبوا عند الله الرزق، لا تطلبوه عند غيره. وهنا قال: فابتغوا عند الله، بيّن محل الطلب أولا قبل أن يذكره. فابتغوا عند الله الرزق، وما قال فابتغوا الرزق عند الله، لأجل أن يؤكد أنه لا يطلب الرزق إلا من الله جل وعلا. والرزق هنا كل ما يحصل لك به نفع في دينك ودنياك، فيما يتعلق بعمل القلب أو فيما يتعلق بعمل الجوارح أو فيما يتعلق بالمكاسب والمطالب. فإن الرزق اسم لكل ما يسوقه الله عز وجل مما يحصل به نفع للإنسان، سواء كان ذلك في رزق القلوب، في رزق القلوب أو في رزق الأبدان، لأن الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق قلوب وهو الهداية والاستقامة والصلاح والسكن والطمأنينة، ورزق الأبدان بما تصلح به وتستقيم من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك، وكله لا يأتي به إلى الله جل وعلا، لا يطلب من سوى. فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوه منه، لا تطلبوه من غيره جل في علاه. وهذا يشمل الرزق الذي يدعى ويسأل، والرزق الذي يتعلق بدفع المكروهات وكشف الخطوب والنوازل والمدلهمات. فيشمل قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، أن لا يستغاث إلا بالله، وأن لا يدعى إلا هو جل في علاه. ثم قال: وقوله
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآيتان، هاتان الآيتان الكريمتان تبين عظيم ضلال كل من تعلق بغير الله عز وجل في إدراك المطلوبات أو في طلب الأمن من المرهوبات أو في إدراك المسائل والحوائج. يقول الله جل وعلا: ومن أضل، أي لا أحد أضل. والضلال هو الذهاب عن الهدى، الخروج عن الصراط المستقيم. لا أضل ولا أبعد عن الهدى ولا أبعد عن إدراك ما يؤمل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذا حال كل المدعوين من دون الله عز وجل. فكل من يدعى من دون الله من الملائكة أو من الصالحين أو من الأنبياء والرسل أو من فضلاً عن الأشجار والأحجار التي يتوجه إليها كثير من الخلق في إدراك مطلوباتهم، كل أولئك لا يستجيبون لمن يدعوهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي ما علموا ولا فطنوا ولا تنبهوا إلى دعواتكم وأسئلتكم واستغاثاتكم واستعاذاتكم. فهؤلاء الذين يقولون: يا فلان أغثنا، يا فلان أنجنا، يا فلان بلغنا مطالبنا، يا فلان أعطنا حاجاتنا، وهؤلاء ليسوا في مكان بعيد أو في مكان غائب، هؤلاء يسمعون عبر وسائل كثيرة تنقل فيها دعواتهم ويسمع فيها زورهم وبهتانهم. هؤلاء ينطبق عليهم قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا يدركون ما تدعون ولا يسمعون ما تسألون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولذلك يقول الله جل وعلا: وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي كان هؤلاء المدعوون أعداء لهم لأنهم عبدوهم من دون الله، فيتبرؤون منهم ويتبرؤون من شركهم وكفرهم بالله عز وجل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم أي بدعائهم، فسمى دعاء هؤلاء من دون الله عبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا يكشف السوء إلا الله ولا يجيب المضطر إلا الله جل في علا. فإذا كان لا يكشف السوء إلا الله ولا يجيب المضطر إلا الله جل وعلا، فإن قلب المؤمن لا يتوجه إلا إلى الله في طلب العود والاستعاذة، ولا يتوجه إلا إلى الله في طلب الغوث والاستغاثة في طلب السلامة من المكروهات. فقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا يفعل ذلك إلا هو جل في علاه، فهو ممن فرد به ربنا سبحانه وبحمده. بعد ذلك كل الآيات المتقدمة وهي نماذج مما ذكره الله عز وجل، ليست حصرا وإنما ذكر أمثلة للآيات الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة، على وجوب إفراد الله بالدعاء، على وجوب إفراد الله بالاستغاثة، على وجوب إفراد الله بالاستعاذة، كلها دالة على هذا المعنى. وفي الكتاب الحكيم آيات كثر تدور في نفس المعنى وتقرر حقيقة وجوب إفراد الله بالدعاء والاستغاثة والاستعاذة. فلا يدعى غيره ولا يستغاث بسواه ولا يستعاذ بأحد غيره سبحانه وبحمده. ذكر المصنف رحمه الله حديثا في موضوع الاستغاثة، وهو ما رواه الطبراني بإسناده، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، أي قال بعض الصحابة لبعض: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قوموا بنا أي لنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنطلب منه الغوث بمنع شر وضر هذا المنافق
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. هذا الحديث في إسناده بعض المقال كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، وقد تضمن الحديث وجوب إفراد الله عز وجل بطلب الغوث في المكروه، مع أن هؤلاء طلبوا أمراً قد يكون في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم، توهموا أنه في مقدوره صلى الله عليه وسلم، لكنه اعتذر من ذلك وقال: إنه في هذا الأمر لا يستغاث بي، لا يطلب الغوث مني، إنما يستغاث بالله عز وجل. وذلك أن هذا المنافق كان يؤذي المؤمنين كحال المنافقين الذين يؤذون الله ورسوله، وقد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم. هذه الآية يقرر الله تعالى فيها أن المنافقين كانوا يؤذون رسول الله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن من دفع أذاهم، لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا خلافه. فالمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهؤلاء أظهروا ما تعصم به دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من قتلهم حتى ولو حصل منهم أذى، هذا الأذى لم يبلغ حد الكفر، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك أن يوقع بهم عقوبة، لأن ما أبطنوه في قلوبهم، والحكم في الإسلام على الظواهر وما بدا للأعيان من الأعمال والمظاهر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من قتلهم أو كف أذاهم إلا بالتحذير من شرهم وبيان خطورتهم. فلما قيل له في قتل بعض المنافقين قال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر هذا المنافق الذي أظهر الإسلام في الظاهر أنه مسلم، فإذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم دون موجب واضح ظاهر مبرر يكون بذلك عند الناس أنه قتل أصحابه، فكان هذا فتنة للناس، لأن أحكام الشريعة لا تبنى على البواطن، إنما تبنى على الظواهر في الدنيا، وأما في الآخرة فيوم تبلى السرائر يختبر الناس على ما في قلوبهم من الإيمان وعلى ما حوته أفئدتهم من الحقائق من الإيمان والكفر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، لأنه لا يملك أن يوقف ضر المنافقين، ووجههم إلى ما يستغاث به ويتعلق به في دفع المكروهات، فقال: إنما يستغاث بالله، أي يطلب الغوث والنجاة والسلامة من الله عز وجل. وخلاصة الأمر أن استغاثة وهي طلب الغوث من المهلكات النازلة لا يكون في الأصل من حيث تعلق القلب إلا بالله عز وجل، وأما من حيث طلب الغوث من المخلوق لا يطلب الغوث من المخلوق إلا فيما يقدر عليه مع تعليق القلب بالله عز وجل. فإذا استغاث الإنسان بمخلوق وقد تعلق قلبه بهذا المخلوق فقد صرف العبادة لغير الله، وإذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أخل بلا إله إلا الله ودعا غير الله، فكان ذلك من موجبات هلاكه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك أن ترزقنا التوحيد خالصا لك. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك تمام الإيمان بك وكمال التوحيد لك، ونعوذ بك ربنا أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك ربنا لما لا نعلم، ونسألك الصلاح في السر والعلن وصدق الاعتقاد فيك وسلامة الإيمان بك، ونعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.